نستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلق الخليل، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعين الدنيا وآذان صم وقلوب وغفر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت في صلاة الفجر من سورة سبأ، والتي يعني عرجت على أربع قضايا خطيرة. أولها قضية البعث، وهي بها بدأ الله السورة: الحمد لله الذي خلق الحمد لله الذي له الصمد والفرد وله الحمد لله، إلى أن قال: وقالوا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب الله. قضية البعث قضية من القضايا التي أخذ الشرط الكبير في القرآن الكريم لكثرة تكذيب البشرية بها على التاريخ البشري كله مع كل الأنبياء، فما من نبي بعث إلا وتعجب الناس من قضية البعث يوم القيامة والحساب، كل أن يفعل ما شاء في الدنيا ثم ينتهي أجله وتنتهي القصة، كما زعم الملاحدة يعني أرحام تدفع وأرض تبلع قضية انتهت. أبدا يا إخواني، قضية إعادة الخلق أهون على الله من بدء إبداع الخلق في البداية يحتاج لجهد كبير جدا وعلم عالي جدا، أما إعادة الخلق وتكراره ما أهونه على مدى الخلق. أي إنسان فينا يعني صنع جهاز أول مرة يجد صعوبة شديدة جدا في تصنيعه، لكن بعد أن صنعه وعرف كيف صنعه يسهل أن ينسخ منه آلاف النسخ بل ملايين النسخ. فإعادة خلق الإنسان أهون بكثير من بدء الخلق، مثل قال تعالى: وهو أهون عليهم. إعادة الخلق أهون على الله بكثير من بدء الخلق. قضية القيامة والبعث وتحريك الكون المتدبر في القرآن الكريم سيزهى، لأن الله بيّن أن الله أوجد في الكون من السنن ما يكفي لقيامة البعث، فكيف والكل يأتمر بأمره؟ إن قال كن فيكون، أين نحن نعيش؟ على الأرض. الأرض كرة، من مليء الكرات، من عشرات الكرات أو من 12 كرة تسبح على الشمس تكامل سبع شمسية. قضية إفنائها سهلة جدا، مجموعة الشمسية مجموعة صغيرة من مليء مجموعات تسبح في الكون. المسلمين الأوائل اكتشفوا هذه القضية وقالوا إن مجموعات الشمسية بعوض مجموعة صغيرة تسبح مع ملايين المجموعات التي تكون بسبب المجرة. مكتشف المجرة التي نحن فيها على المسلمين وسموه مجرة درب التبان، ولا زال هذا اسمه العلم الذي لا يعرف لغيره. هذه المجرة بكاملها مما تتكون من 1000 مليون مجموعة شمسية، 1000 مليون مليار يعني، من أصغرها مجموعة الشمسية صغيرة جدا. هذه المجموعة أو هذه المجرة مجرد حبة في عقد، دي مجرة من ملايين المجرات تسبح في فلك آخر، عالم عجيب جدا 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 ضخم جدا. يعني المسبار الأخير بتاع أمريكا ده رأوا وصوروا مجموعات ومجرات تبعد عنا أكثر من 13 مليار سنة ضوئية، مش مليون، 13 مليار سنة ضوئية، كم رهيب جدا. قضية إفناء هذا كله ما أهونها على الله. ليه؟ القرآن ما أعطى إشارة لهذا، وأنا يعني أختصر اختصار شديد. الشمس عبارة عن إيه؟ كتلة نار لهب ضخمة جدا، كم حجمها؟ مليون كرة أرضية، الأرض تساوي واحدة من الشمس. أي نار يا إخواني في الوجود
تثبت وتدوم. استثنى نار جهنم لأن الله يعيد إيقادها. أما غير نار جهنم، كل نار موجودة في الوجود لها عمر، بل لها ثلاثة مراحل والقرآن أشار إليها. أول مرحلة مرحلة اللهب، تجد النار ملتهبة في أرسنة لهب تصل لمسافات طويلة جدا تنير الكون، تنير الكون. الشمس في هذه المرحلة، الشمس نار في هذه المرحلة، مرحلة اللهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إذا دنا منا لسان اللهب نجد أشد من نجد من حرارة، فإن نأت ألسنة اللهب عنا نجد أشد ما نجد من برود. حياتنا ارتبطت بالشمس، هناك نجوم كالشمس موجودة الآن، ذهب لهبها. إذا ذهب لهب النار ماذا يبقى؟ يبقى الوهج، تلاقي لون أحمر عال لكن درجات حرارة أضعاف أضعاف مرحلة اللهب. وهذه تسمى مرحلة الوهج، موجودة الآن نجوم في الكون في مرحلة الوهج. يبقى عندنا اللهب وعندنا الوهج، وهو المرحلة الثالثة، يذهب الوهج يصبح النجم عبارة عن كتلة فحم سوداء، القرآن سماها الكدور، والبشرية سمتها الثقوب السوداء. الثقب الأسود ده عبارة عن نجم ضخم كالشمس اختزل اختزال شديد جدا في كتلة فحم صغيرة قد تساوي حجم الأرض. تخيل ان يعني نجم كالشمس يصبح حجمه واحد على مليون من حجمه، لكن إذا وصل لهذه المرحلة يكون درجات حرارة ملايين ملايين ضعف درجة حرارة الأولى. وإذا وصل لهذه المرحلة لو اقترب منه نجم أو كوكب يشفطه يسحبه، وإذا دخل داخله مع الحرارة العالية جدا يذوب ودّه. هذه المراحل الثلاثة موجودة في الكون بالفعل، يعني الثقب السم موجود والوهج موجود واللهب موجود. رب العباد يحدثنا عن يوم القيامة ما يتعلق بنا، فيصف الشمس إذا تحول حالها، فقل إذا الشمس كورت. إيه معنى كورت؟ كل المفسرين قالوا ذهبت عنها ألسنة اللهب وبقي الوهج، يبقى أصبحت فين؟ انتقلت مرحلة اللهب للوهج. القرآن أفردها قال إذا الشمس، يبقى خص الشمس بحدوث هذا الأمر لها وحدها ولغيرها كل واحدة لوحدها. إذا حدوث الوهج في الشمس مرحلة واحدة للشمس تبصر. وقال إذا، حتى نفهم لغة القرآن، إذا ولا إن؟ إذا. طيب خلي بالنا، إذا شرطية وإن شرطية، لماذا لم يقل إن الشمس كورت؟ ها؟ صح ما يقول. إذا أداة شرط وإن أداة شرط، ودقة القرآن المتناهية بل الإعجاز بالقرآن، إن كل حرف له استعمال استعمله الله في موضوع مستمر غيره. إن أداة شرط تفيد الندرة والشك في وقوع الجواب، إذا أداة شرط تفيد الكسرة وتحقق وقوع الجواب. واضح المعنى؟ ولذلك الموضع اللي استخدم في إن لا يستقيم بإذا، واللي استخدم في إذا لا يستقيم بإن. لما قلت تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، استخدم إن، إن تنصروا الله لم يقل إذا. لو قال إذا لكلفنا الكثير. ليه؟ لما قال إن تنصروا الله ينصركم يعني لو ندر ونصرتم دين الله مرة واحدة لجأت نصر. لو قال إذا لكان المطلوب منا دوام النصر حتى يأتي النصر، يبقى مش ننصر مرة، ننصر مرات حتى يأتي النصر. فإن في موضعها أتم الرحمة للخلق. إذا كل أحداث القيامة، لأنها لا تحدث مرة وتنتهي، لا تستمر، كل أحداث يوم القيامة جاءت بإذا الشرطية، ما فيها واحد جاءت بإن. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا الأشجار عطرت، وإذا الوحوش حشرت. طب كلها ذكر الفعل الشرط، أين جوابه؟ إذا الشمس كورت إيه اللي يحصل؟ أين الجواب؟ جمع كل الأحداث وجعل الجواب واحد مع كل واحدة،
إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشر عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموت سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء بسطت وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة أزلفت. هنا يأتي الجواب: علمت نفس ما أحضرت. يبقى الجواب ده مع كل واحدة: إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت، وإذا النجوم كدرت علمت نفس ما أحضرت، إلى آخره. واضح؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا السماء انشقت، كلها جاءت بإذن. ندرك لما قلت إذا الشمس كورت، هذه أول مرحلة هنتقل منها نور الشمس من اللهب إلى الوهج. طيب بعدين قال: وإذا النجوم انكدرت. لم يقل وإذا الشمس انكدرت، قال وإذا النجوم، لأن وقت انكدارها ستنكدر معها في لحظة واحدة كل النجوم التي تحتاج من السماء في وقت واحد. لذا جمعها الله كلها وبين أن هذه المرحلة تقع في وقت واحد لينتهي بها الملك كله في لحظة واحدة. إذا النجوم انكدرت تحولت جميعها من مراحل اللهب والوهج إلى مرحلة الكدور السود. انكدرت اسودت واظلمت وذهب نورها وأصبح الكون كله بالكامل مظلم، لا نور فيه، لا لهب ولا وهج. وإذا النجوم كذلك، إذا تحولت الشمس لكدر أسود، ما الذي يحدث؟ تبقى الأرض، يبقى الخلق. إذا ندرك إذا الشمس وصلت لهذه المرحلة مع محوظة، العلماء اكتشفوا أمر عجيب جدا. المجموعة الشمسية أو المجرة التي نحن فيها، مجرة التبانة، المجرة بكاملها اللي فيها 100,000 مجموعة شمسية كلها تسبح حول مركز واحد. مركز المجرة ده عبارة عن ثقب أسود ضخم هو اللي بيحركها كل حول، اللي يقترب منها يشفط والبعيد عنها بلف يدور في نفس الفلك. شيء عجيب جدا، كدر أسود. تخيل الشمس لو تحولت لمركز مجرة، اللي يحصل في الكواكب التي حولها؟ أقرب الكواكب إليها تشفط، أقرب الكواكب عطارد هتشفط في ثانيتين. الزهرة أوضح نجم نراه في قبل الفجر اللي يسمونه نجم الصبح. حيرى الناس هذا المشهد، الزهرة تشفط لغاية ما تلتصق بالشمس، هي تدور على الأرض. يقينا الأرض ثالث كوكب قربة من الشمس. إن جاء على الأرض، الأرض أول كوكب حوله قمر بيدور، ولقرب القمر واحدتين. لما تبتعد عن الأرض قليلا، زحل حوله كم قمر؟ 7 أقمار. لما تصل المشتري حوله كم نجم؟ كم قمر؟ 12 قمر. احنا عندنا قمر واحد، المشتري عنده كم؟ 12. ندرك اذا جاءت دوره على الارض ايه اللي يحصل؟ يبدا بالقمر، فالناس يروا هذا المشهد، يحصل كسوف القمر والشمس تشفطه فيلتصق القمر بالشمس. تخيل شو المشهد ده، بيننا وبين القمر 93 مليون. هنرى هذا المشهد والقمر بيسحب لغاية ما التصق في الشمس. وفي هذا يقول تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن نجمع إيه؟ عظام. الأصل فينا إيه؟ الجسم قام على إيه؟ على عظام. العمود الفقري الأساس اللي بين الجسم كله عليه، كل جسمك مبني على عظام. أيحسب الإنسان، ولذلك الاعتراض كله كان على عظام. المجرم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جمع عظام ميت وفرك من رسول الله، قال: رسول الله، إذا أرمت هذه وفنيت يعيد الله خلقها؟ قال: نعم، يعيدها يدخلك النار. يعيدها يدخلك النار. ولذا يقول تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم، الذي جعل لكم الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذا ندرك إيه اللي هيحصل؟ القمر طوال حياته منذ خلق إلى يوم الناس هذا، بل إلى يوم القيامة، يستحيل يتقمع الشمس.
وفي هذا يقول تعالى وآت أنهم لا ينسخوا من النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون إذا حياتنا رتبت بهذا الإفلاك التي دارت يوم القيامة إذا اختل هذا الميزان وكدرت الشمس عندها القمر يلتصق الشمس إذا قال يا تعالى بلى قادرين على أن نسوي إيه الله طب نتكلم عن العظام ولا عن البنان أيحسب الإنسان أن النجم عظامة بلى قادرين على أن نسوي طب لماذا ذكر البنان ولم يقل بلى قادرين على أن نسوي عظامة ها حد يعرف وده الإعجاز العظام يا إخواننا بيننا جميعا متشابه هتلاقي عمل فائق لعندي اللي عندك زي اللي عند الناس كلها لكن البنان انت بتشوفه ده رب العباد رسم فيه خريطة فنية دقيقة جدا لا تتكرر من إنسان لإنسان أبدا يعني ما لو كبرت بالمنظار إصبعك هذا أو بنانك هذا هتفاجأ بمشهد عجيب جدا خريطة ربانية دقيقة جدا ما أوجد الله لها مثيل في الوجود يعني ما في بنان إنسان يشبه بنان إنسان قط في اللي ماتوا الأحياء وإلى قيام الساعة يعني كل إنسان له خريطة في بنانه تختلف عن كل البشر ولذلك العلم الحديث ميزه الإنسان التاني بالبصمة الخريطة بتاعتك شكلها إيه؟ دي خريطة فلان ليستحيل تكون لغيره فرب العباد يقول بلى قادرين على نسوي بنانا إذا كنا قادرين نسوي الخريطة المختلفة بين كل الخلق يعجزنا خلق المتشابه العظام ولذلك جاء البرهان بلفتة جديدة مختلفة والقول يعني وده الحقيقة من أحداث القرآن الكريم ومن الأساليب الممتعة اللي استخدمها القرآن هم بيسألوا على العظام وهو ينقلهم البنان ليعلمهم أن الله أقدر بمراحل فوق ما تتصوره العقول بلى قادرين على نسوي بنانا بل يريد الإنسان يفجر أمامه يسأل أيام القيامة ثم عبر قال فإذا برق البصر ليصف لنا أثر المشهد علينا متى برق البصر؟ ها؟ إذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر لما هنشوف المنظر ده الإنسان اللي على الأرض حي في هذا الوقت عينه تذهب مع القمر النظرة التي تذهب لا ترجع يموت عندها من هول المشهد لذا قال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وصلت إفناء الأرض يا إخواني مسألة ما أسألها إذا التصق القمر بالأرض بالشمس اللي باقي الأرض عندها يقول تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالا هتلاقي الأرض بدل ما بتدور الآن بتأني وبتؤدى وتراع وأنت تعيش على ظهرها في بساط وقرار ها وفراش كل الكلام سينتهي فيحصل زلزال في الأرض ما مر بالأرض منذ خلقت لذا قال تعالى إذا زلزلت الأرض إيه؟ الزلزالها الذي لم ترى مثله منذ وجد زلزالها عندها لن يبقى على ظهر الأرض شيء إلا ألقته الأرض بعدها بما فيها البشر طب إحنا فين؟ منا من مات وفني في رماله في ذراته بل أجساد أجدادنا صارت ذرات من رماله مش كده إيه؟ ها؟ راح فين؟ من عدل لا البترول ده الشجر ها؟ بعدين خلي بالك ده مسألة خطيرة جدا كبيرة جدا رب العباد وصف هذا اليوم مع زلزلة الأرض وسرعة دورانها تخرج كل ما في بطنها اللي في بطنها أضخم ما في بطنها الجبال والجبال هي التي رستها اصلا قال تعالى والجبال اوتادا تخيل مع سرعه دوران الارض الجبل الذي تراه الضخم ده له جسر في قاع الارض اشد عمقا من ارتفاعه فوق الارض الجبل يخلع بجذره ويطير في سماء الارض كالسحاب ثم يندك رب العباد ذكر للجبال سبع مراحل اولها التسيير واذا الجبال سيرت اخرها أن تدك مش دك طبيعي لا ده دك رهيب جدا لا ترى معه ذرة رمال واحدة متماسكة مش صخرة ذرة
ذرة رمال، الرمال كلها مع قوة الدك كما قال تعالى فإذا يعني أخذت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، الدكة دي توصل الصخر الصلب والرمال المتماسكة لرمال ناعمة جدا. أنت لو مرت بالصحراء في وقت ريح تلاقي الريح تعصف عليك بالرمال الناعمة جدا تشبه الدقيقة. كل رمال الأرض وجبالها يوم القيامة تصل لهذه المرحلة. ولذلك كما قلت بدأ بالتسيير ثم الطيران ثم الدك ثم تحولها لكثبان رملية ثم تحولها لرمال ناعمة جدا. وعنها يقول تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما فيها ذرة عالية ولا واطية، كل ناعم كل متساوي. واضح المشهد؟ طب ابن آدم فين؟ مع زلزالة الأرض كل ذرات جسمك التي انفصلت عنك في حياتك كلها هتجتمع عليك مع الزلزال. وقريبا مثال كم ظفر من أظفارك خصصت في حياتك؟ أين أظفارك؟ اللي ترمى في دورة المياه ولا راح في الزبالة واللي ترمى في الهند ولا في مصر ولا في جزيرة العرب ولا في كندا؟ تخيل. وشعرك كم شعر قصصت في عمرك؟ أين شعرك؟ الأشد خلايا جسمك كل يوم بل كل لحظة بيحصل فيها تمثيل ضوء في جسمك، ملايين الخلايا بتموت. لو صبرت على نفسك ثلاثة أيام من غير غسل وحركت إصبعك هتلاقي في إصبعك يخرج إيه؟ ما يسمى الدرن. إيه الدرن ده؟ عبارة عن آلاف الخلايا الميتة لونها أبيض، خلايا ماتت. كم الخلايا التي ماتت في أجسامنا وانفصلت عنا منذ ولدنا إلى يوم الناس هذا؟ مليارات. أين ذهبت؟ اللي في الأرض واللي في الحمام واللي في دورة المياه كل ده يوم القيامة هيجمع على جسمك. لذا قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع. إزاي يجمعنا من ذرات المال من كل أرجاء الأرض مع الزلزلة؟ هتلاقي كل ذرة منك تطير تلتقي مع الثانية لغاية ما تجمع جسمك. ولذلك يوم القيامة أخواننا لم نبعث بأجسامنا هذه، سلامات. قال تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، فسمها نشأة آخرة شكل جديد. حد أهل الجنة يأتوا في طول آدم كله، يعني ربنا أكرمنا وإياكم وأصبحنا أهل الجنة حنأتي في طول آدم. طوله كام؟ 60 ذراع، يعني 36 متر، يعني طول أعزك الله إعمار برج 12 دور. ها؟ ده طول أبونا آدم. تخيل إن أمثالنا الضعفاء دول مساكين هنبقى في طول آدم. وفي جمال نبي الله يوسف، المؤمن بيأكل المعدة هيطلع في الشكل ده، أما الكافر اللي بيأكل مساحة معايا بشكله إيه؟ شكله إيه؟ النبي يوصفه فيقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما. طول المسافة دي مسيرة 70 يوما، طول رقبته عنق مسيرة 70 يوما، وحتى إن غلظ جلد أحدهم سمك الجلد مسيرة 3 أيام، وحتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد، وزاد مسلم في رواته وحتى إن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة. يبقى عرض مقعده كام؟ 500 كيلو. ها؟ وصلت؟ يبقى حجم شكله إيه؟ تخيل إن ده الأرض بالنسبة لنا تتحول لقاعدة صواريخ. عارفين قاعدة صواريخ؟ اللي بتطلق صواريخ؟ الكرة الأرضية في هذا التوقيت مع سرعة دورانها تصبح هي القاذف، هي منصة الصواريخ، والمقذوف من؟ سيادتك أنت المقذوف. فتلقيك الأرض هتقذفها قاذف. فين؟ هروح فين؟ هو ده يوم القيامة مقذوف وبسرعة مع سرعة دوران الأرض وجذب الشمس لها لا مؤاخذة هتطلقك بسرعة الصاروخ بالنسبة لها 0 على الشمال، تفوق الصاروخ في سرعته ملايين المرات. وفي هذا يقول تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. بل يصف الله لحظة خروجنا فيقول يوم يخرجون من الأجداث سراعا بسرعة رهيبة جدا كأنهم إلى نصب يوفضون. النصب هل تعرف النصب؟
الشخص اللي بنضبط التنشين عليه. فلما أقول إلى نصب كأن الإنسان هو المقذوف ويلقى إلى نصب. أين النصب؟ بيّن تعالى أنها أرض جديدة من الكون الرهيب ده، في وقته تحول كل النجوم لكذور، تأتي إلى أرضنا أرض جديدة أكبر من أرضنا المراحل، لكنها منبسطة ليست دائمة ليست كروية، وتقترب من الأرض، الأرض التي نحن فيها وتسمى أرض المحشر، أرض التي فيها تلقينا جميعا على هذه الأرض الجديدة. وفي هذا يقول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز له الخار. أين تلقى؟ على حسب حال قلبك. أنت قلبك مؤمن تقي هتلقى مع الأتقياء، قلبك قلب منافق هتحشر مع المنافقين، قلبك قلب كذاب هتحشر مع الكذابين، قلبك قلب ظالم هتحشر مع الظلمة. ولذلك خروجنا من الأرض على حسب حال قلوبنا، لا نخرج فرادى، عند الموت ننزل فرادى. لما قلت تعالى في أي موضع ولقد جئتمونا فرادى يبقى أقصد عند الموت، لكن يوم القيامة اليوم أشتاتا، يعني أشتاتا جمعات جمعات، كل مجموعة مع بعضها، أهل الحق مع أهل الحق، أهل الباطل مع أهل الباطل، أهل الكذب مع أهل الكذب، أهل الإنفاق مع أهل الإنفاق، مشهد مهيب جد. فيا ترى هنحشر مع من في هذه اللحظة؟ مع الإلقاء الإنسان هينزل لمكانه في وسط المنافقين، لو منافق لن ينزل في مكان آخر، لا يتقدم ولا يتأخر. لذا قال كأنهم إلى نصب يوفضون، إلى هدف محدد يلقوا إليه، لا يتقدموا صمت ولا تأخر صمت. وضح المشهد؟ ده مشهد يوم القيامة، ما صعوبة ذلك على الله؟ ثم هذه الأرض التي نصل إليها الجديدة الشمس تدنو منها حتى لا يكون بين الأرض الجديدة وبين الشمس إلا ميل واحد. والنبي يصف هذا المشهد ويقول تدنو الشمس من رؤوس بعدما صارت قدر أسود وتضاعف حرها ملايين الدرجات عن حرها الآن، تدنو من رؤوس الخلائق مسافة ميل واحد. الإمام قرطبي يقول ما المقصود بالميل هنا؟ العرب استخدمت الميل باستخدامين، الاستخدام الأول قبل الميل، الميل المكاني يعني 1600 متر، واستخدموا الميل على المرحد الذي يوضع في المكحلة ليسحب منها الكحل. الميل اللي يوضع في المكحلة عبارة عن مسمار عرضه 4 سم، عرضه 4 أصابع، هذا طوله 4 أصابع 4 سم. الإمام قرطبي يقول جمعا بين المعنيين فأبعد الناس عن الشمس في هذا اليوم بينها وبينها ميل مكاني 1600 متر، وأقرب الناس من الشمس بينها وبينها 4 سم، والناس بين هذين، والناس بين هذين. إذا ندرك مسألة يوم القيامة إخواننا ما أهونها الله، بل أوجد الله وأشر لنا هذه الإشارة في القرآن ونصص عليها حتى نعلم يسر الأمر عليه، كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. مسألة لا تعلم. يبقى الآيات الأولى كلها دارت حول هذا المعنى، ليجزي الله يعني الذين أساءوا وعملوا ويجزي الذين أحسنوا وعملوا. طيب ثم نقلت الآيات نقلة أخرى لتصف لنا أحوال الخلق مع بيان الحق، فبدأت بذكر نبيين كريمين، ومش نبيين عاديين، لا ده النبيين كلاهما كان نبي وملك، سيدنا داود سيدنا سليمان. وضحت؟ ولقد آتينا داود منا فضل، فأتاه الفضل كله أنه هو وظفر من خلالها بالآخرة أصبح نبي معصوم، والدنيا أتاه الملك فأصبح نبي وملك. وفي التاريخ عز أن تجد نبي ملك، لكن وقع هذا مع هذين النبيين الكريمين داود وسليمان، نبي وملك. كيف سخر الله له الملك بحبله وقوته؟ ولقد اتينا داود من فضله يا جبال اوبي معه والطير. تخيل لما رب العباد يعطيه من منته ومن ملكه، ان الجبال اللي تسبح الله الليل والنهار تحجب بصوت سيدنا داود، والطيور اللي تسبح الله الليل والنهار تعجب بصوت سيدنا داود، ربنا اداله يعني صوت جميل جدا سماه النبي مزامير، مزامير داود. ده غير الزبور اللي أوتيه، الزبور الكتاب منزل
زي ما سمي القرآن القرآن والإنجيل الإنجيل والتوراة التوراة الكتاب نزل سيدنا داود اسمه زبور، لكن صوته نفسه كان مزمور. النبي لما سمع أبو موسى الأشعري يتلو القرآن بصوت جميل جدا قال لقد أوتي مزمار من مزامير داود، فدل على أن المزامير جملت صوته بشكل عجيب جدا. يسبح الله ويسجد بالوحي، الطير معه يسبح والجبال معه تسبح كل يوم، مش مرة تفعلها وانت في الصلاة، الليل والنهار تسبح معه. أي تسخير للكون بالذنبين هذا أعظم من التسخير. ها وصلت؟ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير بس ألا وألنا له الحديد. أول من يعني أذاب الحديد وصهر وصنع منه كل ما احتاج الناس إليه من احتياجات وكان من أعظمها الدروع والسيوف وغيرها كان نبي الله داود، فبقى هو ملك الصناعة في التاريخ البشري كله. صناعة الحديد بكل صورها وأشكالها بالك الإنسان طور على فيها بعد ذلك، لكانت في البداية فين؟ مع نبي الله داود. وألقنا إلى الحديد أنعمل ها؟ سابغات سابغات الدروع السابغة اللي تغطي الجسم وتحميه من أي ضربات، ها؟ أنعمل سابغات المقدر في السرد واعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من آل الشكر. ايه الفرق بين قول الشكر وعمل الشكر؟ لو قال قولوا آل داود شكرا يبقى هنشكر بلسان، لكن لما قال اعملوا شكرا، ها؟ ايه المقصود بعمل الشكر؟ حد يعرف؟ الله اكبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعمل الشكر ان تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها عليك أوامر ونواهي، فإن أديت أمرا وتركت نهيا فقد أديت شكر نعمته. ادلك البصر ولك انظر في كل ما خلق، طب ما نظرتش لم تشكر، عطلت بصرك لم تشكر، نهاك عن النظر لأشياء معينة نهانا عن أحل النظر كل شيء، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ففتح لنا باب النظر على إسرائيل لنستفيد بكل مخلوق خلق من خلال نظرنا إليه. كم مخلوق استفدنا به في حياتنا؟ كم مخلوق استخرجنا ما فيه من دقائق وحقائق وعلوم؟ مصيبة كبيرة جدا، عطلنا نظرنا سنين عمر عمر. طيب نهانا عن النظر لأمرين، نظر الرجال للنساء ونساء للرجال، ونظرنا لنعم الله على العباد، فقال قل من يغض بصره وقل من يغض يغضون بصره، ثم قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. يبقى النهي جه مرتين، الامر مطلق في كل ما خلق، والنهي جه عن النساء وعن ايه؟ عن نعم الله على العباد. احنا كل نعم الله اللي امرنا بالنظر اليها نعطل النظر عنها، والنساء اللي حرم النظر اليها تحلو في نظرنا، مصيبة كبيرة جدا. يبقى أنت شكرت عملت شكر سلامات. يبقى عمل الشكر أن تعمل أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي، إن لزمت أمره وتركت نهيه فقد عملت شكر لله أديت الشكر. وصلت؟ وقس على هذا في كل نعمة، لذا قالوا عملوا ألا دون شكر وقليل من عبادي الشكور، قليل من يسلم مع الشكر، قليل من أبد الشر. طيب ثم بيّن أنه خصص سيدنا سليمان بخصائص أخرى، ها؟ قال ولسليمان الريح تجري غدوها شهر ومرها شهر، في الآية الأخرى قال تجري بأمره رخاء حيث سخر. تخيل رب العباد يسخر له الريح، متى سخرت؟ متى سخرت؟ القرآن نصص سيدنا سليمان يقول كان شخصية عليه ابن سيدنا داود ونبي ابن نبي، فمن الله عليه بقوة غير عادية، تزوج في حياته 100 امرأة، 100 كان بعد بينهم 100 عارفين يعني. فجه في يبطنة النار فكرة عجيبة، قال لأطوفن الليلة على نساء 100 ولأخرجن 100 مقاتل في سبيل الله، أطلع 100 جلد لله في ليلة واحدة، ها؟ يبقى احنا فين؟ خلي بالك
خلي الطابق مستور يا شيخ. ايه؟ خلي الطابق مستور. ما احنا قصة سيدنا سلمان ده فضيحة لكل البشرية. هنطلع في الآخر احنا ولا حاجة. ايه؟ نسأل الله العافية. فلما قال هذا لم يقل إن شاء الله. قال لأطفن الليل على نساء الناس ولأخرجن 100 مقاتل في سبيل الله. فطف على نساء الناس جامع الناس في ليلة واحدة. لم تحمل منهن إلا واحد. ولم تحمل طفل، حمل الطفل ناقص نصف طفل. وولد له النبي صلى الله عليه وسلم يصف المشهد فيقول رحم الله كل فلان. لو قال إن شاء الله لكان. لو قال إن شاء الله لرزق في هذه الليلة بـ100 مولود من صلب. في ليلة واحدة. ده احنا في العمر كله بنجيب كام؟ أخرنا بالموس أو اثنين، نسأل الله العافية العافية. الصحابة كانوا رجال يا اخوانا. سيدنا أنس بن مالك رزق في حال حياته من صلبه بـ100 مولود أحياء غير 35 بطن سقط. يبقى حمى النساء كام بطن؟ 135 الأحياء منهم 100. مش أنس لوحده، ده 4 من الصحابة، أنس بن مالك وأبو بكر وابن بدر والمغيرة بن شعبة، كل واحد من هؤلاء رزق بـ100 مولود من صلبه. خالد بن الوليد وحده حضر له غزوة اليرموك من أولاده، مش كل أولاده، حضر معه في غزوة اليرموك 40 مقاتل من صلبه. بيقول ابن جوزي كان ابن الأشجعي من الصحابة، الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عام، يعني رجال عدى 100 ولسه شغال بيطلع رجال. وصلت؟ ها؟ إحنا اللي يوصل 60 ينفرط عقده، سلم له. نسأل الله العافية. ممتاز لو استمر. وقبل 60 كمان. لو استمر 60 ممتاز. نسأل الله العافية. فالشاهد يا اخواني رزق نبينا سليمان بنصف مولود، وده اللي ألقوه على كرسي عرشه، وفيه يقول تعالى وألقينا على كرسيه جسدا، هو ده جسد الطفل نص طفل نصف طفل ده. قال ثم أناب، لما رأى نصف الطفل تنبه انه ما قالش ان شاء الله، فأناب رجع ده فورا واستغفر وتاب واعتبر نفسه أخطأ خطأ كبير انه لم يقل ان شاء الله، تاب. ولما تاب، طب المخ اللي بيعتبر نفسه مخطئ وتوب ده يبقى همه ايه؟ ان يغفر ذنبه. واللي هم تاني؟ لا، رب اللي بدو علمنا ادب عليه، جاء يستغفر من ذنبه ويطلب من خير ربه لعلمه بفضل الله الذي يحمده منه. قال رب اغفر لي بس، قال لا، وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد بعدي. الادب ده من يفعله منا الان؟ ده أدب في القرآن كمان. ليه نيأس من روح الله والمستغفر بيعتبر نفسه عمال يجلد في نفسه وأنا ما استاهلش ولا أستحق ولا أطلب، أطلب إيه وأنا مذنب؟ لا، حتى لو كنت مذنبا فضل الله لا حد له. لذا قال رب اغفر لي وهب لي، والهبة عطية من الله بلا استحقاق من العبد. ما لش رزقني، الرزق لك حق فيه، لكن الهبة ليس لك في حق. ولذلك الأموال والأكل والشرب سماه ربنا رزق، الأولاد لم يسمه رزق في القرآن قط، سماه هبة. يبقى الأولاد كلها إيه؟ هبة. يهب لمن يشاء الناس وهب لمن يشاء. ولذلك كل اللي سأل ربه الولد لم يسأله اللهم ارزقني الولد. إحنا بس اللي بنخطئ، أرزقنا، أرزقنا إيه؟ وأنت لك حق عليه، ليس لك حق في الولد. أطلب بالهبة. ولذلك كل اللي طلب من الأنبياء طلب هبة. سيدنا إبراهيم يقول ربي هب لي من الصالحين، سيدنا زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي ما دونك ولي. فما في واحد سأل إلا بصيغة الهبة في الولد. وضحت؟ هنا يصف تعالى حال سيدنا سليمان فيقول قال رب اغفر لي وهب لي، يبقى الملك هبة مش رزق. يهبه لمن يشاء، يهبه لمن يشاء الخلق. ها؟ قل لهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وترزع الملك من تشاء وتعز من تشاء، خلاص ده عطية خالصة من الله عز وجل ليس لنا فيها حق، لكن الله يحركها لمن شاء حيث شاء. لذا قال رب هب لي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. سمى الملك لم يسمى، ما قالش ايه الملك، قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، وترك الأمر لفضل الله المحض وهبة الله المحض. يقين عجيب وثقة في الله عجيبة وتوكل على الله في عجيب، ويعني طمع في الله لا حد له. رب اغفر لي لأن أخطأت، وهب لي ما
مع الخطأ؟ إي والله. وهب لي ها هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، إنك أنت الوهاب، إنك أنت إيه الوهاب. رب العباد يقول فسخرنا، الفاء في اللغة تفيد التعقيب والتتريب بسرعة، لحظة ما دعا جاءت الإجابة. من سخر؟ رب العباد مش هو. فسخرنا له الريح تجري بأمره. طب ربنا سخر الريح لسيدنا هود أبدها عاد؟ لا، هو اللي تولى إدارة الريح. سخر الريح رسول الله أبدها قريش والأحزاب يوم الأحزاب، ها؟ لا، كان الأمر من الله، لكن ده رب العباد جعل الريح نفسها تتحرك بأمر سليمان. فسخرنا له الريح تجري بأمره حيث أصاب. بس الريح لا. قال والشياطين، مين الشياطين دول؟ كل الأبلسة. إي والله، الجن سخروا له بالقهر. الشياطين دول عالم كالإنس بالضبط، هتلاقي فيهم مهندسين وفيهم أطباء وفيهم صيادلة وفيهم مخترعين وفيهم مكتشفين. اوعى تفكر ان احنا بس اللي موهوبين في هذا الباب، لا، ده هم شغالين زي الفل، ها، وشغالين على اعلى مستوى. والقران يشير لهذا، يقول ومن الشياطين كل بناء. البناء ده لا، المهندسين والمقاولين على ارقى مستوى، ما قالش كل باني، كل بناء على وزن الفعال صيغة مبالغة. فمش واحد بنى مبنى وخلص، ولا اخترع شكل مبنى وما يكررش الاختراع تاني، لا، ده أساتذة في العمارة وفي الإنشاءات، مهندسين على أرقى مستوى، على أرقى مستوى. مش احنا عندنا بس مهندسين، ده هم عندهم أساطير في الهندسة. سلامات، احنا في عالم تاني. كل بناء بس لا، وغواص، بحارة على أرقى مستوى. احنا ماشيين على وش الميه، لا، دول غواصين دخلوا البحار وغاصوا في اغوارها وعرفوا كل دقائقها، الكنوز اللي في البحار بيطلعوها، احنا اخرتنا نطس فيها طس، لا، دول اساتذه محترفين حافظين الفقاع البحار شكله ايه. يبقى احنا اتقن ولا هم؟ سخرت له هذه الفرق بكاملها، اساتذه واساطين هندسه، أساتذة وأنصيط ساطين الغوص البحار، كل بناء وغواص. بس لا، وآخرين، من الآخرين دول؟ المجرمين من الجن، المجرمين. يبقى سخر لهم من جاءوا طيعين، الأساتذة والمهندسين والغواصين والبحارة الطيعين، لا، والمجرمين سخرهم لهم ازاي؟ ربطهم له بالسلاسل وهو يتحكم فيهم. لذا قال ها وآخرين ايه؟ مقرنين في الأصفاد، مربوطين بالسلاسل بأيديهم ورجلهم ويشتغلوا بأمره تحت تعليمات، ها، ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. القطر النحاس، أول من صنع من النحاس كل الأواني الصغيرة الكبيرة نسلنا في الماء، ها، بس لا، وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا، اللي ما يسمعش كلامه ويخالف أمرنا نذيقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، مخازن على أرقى مستوى وأعلى مستوى وأضخم مستوى، ها، كل ده سخر له. ومع ذلك رب العباد ليعلم بشير هذا الدرس، لما مات سيدنا سليمان مات وهو جالس على عرش، جالس وحط العصا بتاعته تحت ذقنه متكئ عليه، متكئ على العصا، مات على هذه الهيئة، ها، متكئ على العصا وجالس، مات في مكانه وظل سنين ميت، والجن شغالين بالصرم وبالجسم للنهار للنهار، يعني واخدين التعليمات ونفذوا، ما فيهم واحد فكر ينظر لسيدنا سليمان. سنين سنين، وشاء الله هذا حتى يعلم قاصر الدين البشرية أن الجن لا تعلم الغيب كالإنس، ولا يعلم الغيب إلا الله
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديهم خلف رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاطب لديهم وأحصى كل شيء عدد ولذلك قلت تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مساكن ما عرفوا أنه مات إلا لغاية ما الديدان من تحت أكلت العصا من أسفل فسقطت العصا فسقط فعرفوا أنه ميت من سنين عندها علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وصلت دي قصة سيدنا سليمان وسيدنا داود ساقها الله لنا ليبين لنا كيف يدير الله الكون لعباده فاللي سخر الريح لسيدنا سليمان يصعب عليه صلى يسلط ريح البشر اللي سخر الجن سيدنا سليمان يسعر عليه أن يسلط الملائكة على خلقه كحيث شاء إخواننا الملك ملكه والأمر أمره ثم الوقت انتهى الدكتور أحمد ختم القصة بقصة سبأ ها والسورة تسمى سورة سبأ ونسبت إلى هذه القصة إيه سبأ دي؟ ها إخواننا اليمن سبأ اليمن واليمن يا إخواننا كانت فيها أقدم الحضارات في التاريخ لكن للأسف الشديد ما عرفوش يستفيدوا بهذه الحضارات ولا يعملوها دعاية حلوة أقدم حضارة عرفت حضارة سيدنا نوح نوح كان في العراق سيدنا نوح كان في العراق يليه من؟ سيدنا هود كان في اليمن الأحقاف سيدنا هود يخبرنا حكم الكرة الأرضية بالكامل من شرق إلى غرب والراجح حتى تاريخيا ان كل الاهرامات اللي بنيت في الشرق والغرب كانت في فتره العهد حكم عهد الاهرامات الموجوده عندنا في مصر ادخل الاهرامات موجود مثلها في السودان بسعر صغير موجود مثلها في الصين موجود مثلها في المكسيك عاد وصل للمرحله القران يحكي لنا الى اي مدى وصل حكم الارض بعدين كان ايه حاجه ضخمه ربنا اداه اجسام كاجسام ادم طول عرض يعني الرجل منهم كان طوله كام؟ 60 ذراع 60 ذراع 36 متر احنا بالنسبه لهم ايه؟ يعني لو راوا امثالنا هيعلقوا كل واحد فينا على راسه حلقه يعملها موديل يلعب بيه وصلت احنا بالنسبه لهم مش حتى اقزام ما ادرك الاقزام حاجه كده لعبه نسأل الله العفو والعافيه. عاد كان بهذا الدخان. فتحوا الارض. اول من بنوا شبكه طرق على مستوى الكره الارضيه كان عاد. اخذوا الحجاره وقصوها كالطوب وعملوا منها الطرق واخده شكل الطوب والحجر. وما زال بعضهم موجود للان في الارض. اول من صنعوا شبكه طرق كان عاد. كان شكلها شبكه طرق. أضخم شكل الطرق قدرات الأرضية. الآن إحنا أي دولة تفاخر بأن عندها شبكة طرق ليس لها مثيل، أمريكا تفاخر العالم عندها أضخم شبكة طرق في العالم. الطريق الواحد طرق الروسية عرض الطريق 10 حارات مذاهب و10 حارات. طيب بما تميز أمريكا ودول العالم مدخل أي طريق ومخرجه؟ بيفطر لوحة صغيرة ها؟ من خشب او من بلاستيك مكتوب عليها ايه؟ اكزيت 1 اكزيت 2 اكزيت 3 مش كده ليه؟ مخرج واحد مخرج اثنين مخرج ثلاثه عندنا في البلاد العربيه هنا اكزيت هناك ها؟ مخرج طيب عاد عملت ايه؟ عملت شبكه طرق كيف تميز مداخلها ومخرجها؟ كل مدخل طريق او مخرج طريق تبني مبنى معماري فريد وحيد لا مثيل له على مستوى الأرض. يبقى تعمل كم مبنى؟ ملايين. ما في مبنى منها يشبه الآخر. وفي هذا يقول تعالى سنبيه مخاطب القوم أتبنون بكل ريح الريح الطريق ولما يقول كل من أفضل العموم تشمل كل طريق عمله أتبنون بكل ريع آية فسمى رب العباد كل مبنى بني في مدخل طريق أو مخرجه سماه آية من جمال هندسته وجمال عمارته وجمال تصميمه وجمال تنفيذه حاجة مبهرة
احنا عندنا حضارة دلوقتي جنب عاد صفر على الشمال. صفر على الشمال. أتبنون بكل ريع آية؟ المبنى ده ليه؟ هل تعبسون؟ ليست مصلحة حكومية وليست مبنى سكني، لا ده مبنى لتمييز بس الطريق مدخله مخرجه. وصلت؟ أتبنون بكل ريع آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تعال الآن المخزون السلعي في أقوى اقتصاد دولة في العالم، يكفي الدولة كام؟ 6 شهور لباس الصيف للشتاء والشتاء للصيف، مش كده ليه؟ نهاية الموسم سيل ولحق تخفيضات واخلص وبعدين نجيب غيره. عاد وصل للمرحلة قرأوا أذواق الناس وتغيرها على مستوى الأرض فصنعوا ما يكفي أمتهم 100 عام. مخزون سلع وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. احنا الآن مع الجبن بندور على أي حاجة تساعدنا، عايزين زرار ندوس عليه يطلع صاروخ، يطلع قنبلة ذرية، يبقى واحد من أجمل خلق الله ممكن يبيد أمة. لا، بطولة عاد كان في أسامي. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله أطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. سيدنا هود يخاطب من؟ الأغنياء ولا الأمة كلها؟ فقيرهم كملياردير. يبقى الغني ايه؟ وصلت؟ فقيرهم كان يملك 4 ثروات. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون جميعا، أمدكم بأنعام ثروة حيوانية على أعلى مستوى عند الفقير بس، وبنين ثروة بشرية لأنه كان يعيش كم سنة؟ 1000 و2003. ينجب خلال عمره كام؟ 1000 و2003 أطفال، واحد أولاده 2000 ولا 3. ثروة مش ثروة؟ ها؟ وإحنا دلوقتي يقول لك حدد الناس يا أخي، تلم وحددوا الناس الأول. عمش كش كلمة قول معبد. طب متحدث؟ طب حددوا الناس والناس اللي هيبقى زي الفل وعيش في منتهى السعادة. إحنا الناس اللي يأتي تسرق ثرواته، الحرامية بيسرقوها ولو تركوها لعاش الناس أحلى حياة. إذا ندرك يبقى حدد نسل والناس. ها؟ وأمدكم بأنعام ثروة حيوانية، وبنين ثروة بشرية، وجنات ثروة زراعية، مش جنة، جنات أشكال وألوان بس، وعيون ثروة مائية خاصة لكل واحد. إذا كان هذا حال أفقرهم مليونير، يبقى الغني كام؟ في اقتصاد في العالم عرف كاقتصادات. ها؟ فرحة أهل اليمن بالكلام ده طبعا. ها؟ سبحان الله خلقنا. إذا ندرك عاد استمرت اليمن تعطي لغاية رجل شهور جدا اسمه قحطان، وده كان في بداية قصة سبأ. قحطان وجد في فترة بنوا فيها سدود قديمة جدا في اليمن، ومن أسد أشدها ومن أقدامها سد مأرب. وسد مأرب كانت الأمطار تنزل السنة كلها فبيحجز السيول، ثم يتفرع النهر لأنهار ترعى صغيرة حتى صارت اليمن جنان خضراء وجنات. طبعا اليمن كانت ممتدة شمالا وشرقا وغربا مسافات كبيرة جدا، بل وصلت لمرحلة إن منطقة الجزيرة العرب بالكامل كانت كلها موج خضراء أنهار، وكانت المدن فيها متواصلة من اليمن إلى الشام، مدينة سلم المدينة، مدينة سلم المدينة، يعني البحر الأحمر بطوله كله مدن، البحر الخليج العربي كله بطوله مدن، حاجة فخمة جدا. الشاهد يا إخواني الفترة دي كانت كل الثروات دي خضع العاد وكل المدن دي العاد، ورب العباد يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. اللي عجزها السد حدود ما يعرف الجنة دي، كل المرزق ربكم شكر لها، بلدة طيبة ورب غفور، فسمها بلدة طيبة، طيب الله أرضها وطيب الله ماءها وطلب الله ثمارها، بلدة طيبة ورب غفور. النتيجة بل فأعرضوا، أعرضوا فأرسلنا عليهم السيل العارم. لما أعرضوا لم يسلم منهم إلا واحد صاحب إيمان ودين كان اسمه القحطاني. القحطاني ده إخواننا جد الأوس والخزرج الأنصار،
القحطاني كما ذكرت كتب السير كلها شاف منظر واحد اخذ بقلم شاف الفأرة دي عمال تلعب في السد وتتكاثر بسرعه شديده فقال عباره عجيبه قال ما انتشرت الفويسقه في امه الا واهلها هلكوا فاخذ منها علامه على الهلاك لهذه الامه لما ظلمت ارضها طب اعمل ايه الامه هلكه لو خرجت اهاجر بلا سبب للامن الناس وللامن اهل قبيلتي اعمل ايه قال لا احتلن عن القوم فجمع اولاده قال ماذا تقولون عني انت اب كريم ومدعوه قال تسمع كلامي اسمع كلامي قال سنخرج الان لنجتمع مع القوم مع القبيله كلها الناس كلهم وبين يدي الناس كان كبير سيده ساغلظ القول لفلان اصغر اولاده قال فان غلظت له القول ليقم فليلطمن على وجه الكف واذا رايتم انتم ذلك لا تدفعوا عنه وضح تاثيره دي العمال القحطاني جد الاوس والخزرج وفعلا اجتمع من الناس وغلظ القول لابنه ابنه رطب الكف على وجهه فسكت ابنائه الناس كلها لم يكن ابنائه سكتوا سكتوا من اخره قال الى هذا الحد اصل وهذا بينكم من اصغر ابنائي ولا ادفع احد عني والله لا بقاء لي بينكم واخذ اولاده وهاجر على فين على المدينه وكان من ذريه الاوس والخزرج عندها جاء السيل مباشره بعد ذهاب القحطان المدينه وتاسيس هذه الاسره الكريمه الانصار في الاوس والخزرج في المدينه عندها جاء السيل كانت الفئران قد نخرت السد اول ما جاء السيل شال السد دمر كل شيء انتهت الجنات فأرسلنا عليهم رب العالمين السيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط الخمط اللي هو طعام الجمال شجر الخمط وقيل الخبط نوع من الشجر اللي بيطلع منه خشب الأراك اللي بنعمل سور وشيء من سدر قليل نوع من نبق قليل وشيء من سدر قليل إذا ندرك انتهت الحضارة انتهت الثروات بمعصية العباد النتيجة رب العباد يقول وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها القرى التي باركنا فيها بلاد الشام قرى ظاهرة كثيرة جدا متواصلة جدا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام أمنين يطلع من اليمن للشام أمنين الإنسان لما يسلط على نفسه ما عجبهمش حاجة احنا مش عايزين السفر عايزين ايه عايزين يبقى في مسافات فقال ربنا بعد من اسفلنا وظلم انفسهم من هذا التوقيت اباد الله كل هذه المدن وطمر كل هذه الغابات في الارض ها انتفعوا بها ما انتفعوا لكن ان شاء الله ان احنا ننتفع بها الان كل الغابات اللي طمرت في الارض هي اللي كونت البترول اللي بنستخرجه الان ولذلك اكبر نسبه بترول في العالم فين في هذه المنطقة وصلت ها يبقى ذنوب عاد انتفع بها العباد الآن نسأل الله العافية والنهاية أبيدت كل المدن من اليمن لغاية الجزيرة لغاية الشام كل ده أصبحت صحراء جرداء سافروا بقى ها فقال ربنا بعد أسفلنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات المرسلة المشهور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين زي القحطان وأمثاله إلا فريق من المؤمنين وما كان عن سلطان إلا لنعلم ما يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ثم عرج تعالى على معنى كبير جدا الدكتور الله يحفظه وقف عنده كان نفسي كمل الآية الأخيرة في الرب لأنها تحدثت عن موضوع يتعلق بيوم القيامة وبكل ما يجري له من أحداث وهو موقف الملائكة رب العالمين قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال آنفا قالوا الحق وهو الآن كبير النبي يصف هذه الآية في حديث ابن عباس مسلم
فيقول صلى الله عليه وسلم يسمع أهل السماء صلصلة كصلصلة الجرس فيظنونه الرب قد تجلى فيخرون جميعا لله سجدا فزعين. كل خايف، الملك تجلى الكل سجد الكل سلم، الملائكة جبريل وغير، والملائكة مش بشر مثلنا، لا ده احنا محبوبين بقوة جدا. جبريل وصفه تعالى قالوا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ذي قوة. والنبي وصفه لما رأى في صلاة الملائكة ليلة المعراج قال رأيت رأسه تحت العرش وقدمه في سبع الأرض وسد ما بين الخافقين ما بين مشرق والمغرب. ها لما أراد الرب العباد له لقوم لوط عمل إيه؟ سيدنا جبريل له 600 جناح، أخذ كل منطقة الأردن على طرف جناح من أجنحته ورفعها للسماء، غرسة جناح جبها الأرض بالله عليه. يقول النبي حتى سمع أهل السماء بكاء الصبية وصياح الديكة ثم قلبها فجعل عليها سفينة. ربنا عايز يهلكنا، عايز يخلص الأرض بطرف جناح من جبريل. بل بين تعالى أن السماوات السبع والأراضين السبع نهايتها بنفخة من إسرافيل، نفخة والله نفخة نفخة تنتهي السماوات والأرض بكل ما فيه، بنفخة بنفخة ونفخة أخرى تعيدها مرة أخرى. يبقى يعجزه شيء وعنده هذه القوة التي خلقها تعالى بهذا الخلق الضخم جدا. النبي يبين يقول يسمع الملائكة صلصلة كصرصرة فيخرون له سجدا فزعين فإذا فزع عن قلوبهم ذهب الخوف وذهب الصوت يقوم جميع فاسأل سؤال واحد ماذا قال ربكم؟ المجيب جبريل يقول الحق وهو العلي الكبير. واضح؟ أكتفي بهذا، جزاكم الله خير استماعكم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.